السلام عليكم. في آخر أسئلتها تقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة، وقيام كل ليلة فيها قيام ليلة القدر. رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل أحب إلى الله فيها من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، وللجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أما التفصيل بلياليها وفي صيام أيامها فلا أعرف شيئا ثابتا في ذلك. نعم.